دوك المستوى تاعي بالك لو ستاف ولا انتم كاعلاميين اللي تقيمونا، ان شاء الله احنا انا نخدموا باش نكونوا في المستوى تاع فريق اتحاد العاصمه اللي دائما لازم لي جوا اللي يكونوا فيه يكونوا في اعلى مستوى ان شاء الله. الثقه دي اللي عطاوها لي الاداره ولا ستاف، دوك حنا كما قلت البريمي كابيتان سي زيما، مام حمزه اللي نتمنوا له الشفاء ثاني، نظن هي تكليف بالتشريف وان شاء الله نكون حسن ظن ثقه هذه.